بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. حبايب طلاب بريبون، today إن شاء الله هنبدأ أول lessons بتاعتنا في الاستاتستيك، وهناخد حاجة اسمها المين. يعني إيه ذا مين؟ مين يعني الوسط. طب أنت بتحتاج للوسط ده في إيه؟ والله بحتاج للوسط ده لما مثلا أنا لو أنا دخلت امتحان الترم الأول مثلا في الماس، جبت فيه 80 من 100، جبت فيه كام؟ 80، وجبت في الترم التاني 100، فانا المين بتاعها هيطلع كام؟ والله المين اللي الدرجه اللي انت بتاخدها في الشهاده بتاع الترمين مع بعض. اعمل ايه؟ والله بتاخد الدرجتين اللي عندك، تعمل لهم بلس وتعمل لهم ديفايد على عددهم. انا عشان امتحنت الامتحان ده مرتين فبعمل ديفايد على طول، هتلاقي الشهاده طالعه لك بكام؟ ب90. وده فكره المين. طب ايه هو المين يا مستر؟ المين بجيبه ازاي؟ انت بيجيب لك فاليوز، بيجيب لك درجات، بتعمل لها بلس وتعمل لها ديفايد على النمبر بتاعها على عددها. طب تاني، انا مثلا هنا بقول لك ايه؟ بقول لك فايند ذا اريثماتيك مين اوف ايتش اوف ذا فولوينج. دي سؤال سهل وبيخلص في دقيقه. جاب لك درجتين مثلا 4 و6، بقول لك هات المين بتاعهم. والله يا مستر هاخد الاثنين دول اعمل لهم بلس، دول كام مارك؟ 2، فانا اعمل لهم ديفايد على 2، يطلع المين بكام؟ ب5. انا الدرجه اللي في النص هتطلع كام؟ 5. تاني، لو انا جبت في الامتحان الاول مثلا 3 وبعد كده جبت 4، يبقى انا المين بتاعي كام؟ والله خدهم اعمل لهم بلس. طب دول كام مارك؟ 2، اعمل لهم ديفايد على 2، هيطلع بكام؟ هيطلع ب3.5. فالدرجه بتاعتي اللي في النص المتوسط بتاعي كام؟ 3.5. طب تاني، افرض انا مثلا دخلت الامتحان ده 3 مرات، جبت 2 بعد كده جبت 4 وبعد كده جبت 6، يبقى انا المتوسط بتاعي كام؟ المين بتاعي كام؟ والله هعمل لهم كلهم بلس، هجيب الصم. بعد كده هعمل ديفايد على النمبر بتاعهم، دول كام مارك؟ 3، هعمل ديفايد على 3 واشوف هيطلع كام. اكتب لي الانسر تحت في الايه؟ في الكومنت. اللي بعد كده، افرض انا جبت 1 وبعد كده 3 وبعد كده 5، الارثماتيك مين؟ هات الصم، اعمل لهم بلس، بعد كده ديفايد على النمبر بتاعهم، دول كام مارك؟ 3. لو جيت شوف 1 بلس 3 4، 4 بلس 5 تبقى 9، 9 ديفايد 3 بكام؟ هتطلع ب3. يبقى انا المين بتاعي متوسطي بجيب كام؟ 3 ماركس. طب تاني، بقول لك في ذا هايت اوف 5 ستودنتس في بريب 1 كام؟ بالسنتيمتر. لو انا جبت الهايتس الارتفاعات بتاعت زمايلك مثلا، فلقيت ان واحد كام؟ 124، ده 130، ده 122، ده 126، وده 128. بقول لك كالكوليت ذا اريثماتيك مين، عايز اجيب له الاريثماتيك مين. والله يا مستر المين بيجي ازاي؟ بعمل لهم كلهم بلس، اللي هم مين؟ اللي هم 124 وال130 وال122 وال126 وال128، واعمل لهم بلس كلهم، اجيب الصم واعمل ديفايد على مين؟ على عددهم. هم دول كام واحد؟ ده 1 2 3 4 5، يبقى اعمل ديفايد على 5. والله ولو جاب لك السؤال ده محتاج خطوات، كبر معايا. انا اقول له هنا الصم مجموعهم ديفايد على مين؟ على النمبر بتاعه، بحيث ان انت تكسب وقت، تكسب درجات. انا بشرح له وشوف ده هيطلع بكام على الكالكوليتر واكتب. خلاص طيب، تعال نحل اسئله التشوز بتاعتنا. بقول لك ذا اريثماتيك مين اوف ذا فاليوز اكس واكس ماينس واي وواي ماينس اكس از ايه؟ رسماتك مين؟ احنا قلنا مين بيجي ازاي؟ بعمل لهم بلس، اللي هم مين؟ اللي هم عندك اول واحد جاب اكس، طب اللي بعد كده اكس ماينس واي، اللي بعد كده واي ماينس اكس. طب دول كام مارك؟ 1 2 3. عرفت منين ان هم 3؟ هو انا لما اقول لك انا رحت رحله مثلا احمد وعلي محمد ومعايا مثلا ابراهيم، دول كام شخص؟ والله بعرف من الكومه، ما دام ده كومه يبقى ده كله ده 1، هنا في كومه هنا يبقى الاثنين دول شخص واحد، علي محمد ده شخص واحد، بعد كده ابراهيم ده شخص. انا عامل لهم كلهم بلس، ديفايد على كام؟ على 3. لو جيت اعمل بلس، جمع كده في الالجبرا، جمع اللي شكل بعضه اللي لايك، مين اللي لايك؟ هنا دي اكس ودي نيجاتيف اكس، يبقى طلعوا مع بعض، فيتبقى لي هنا كام اكس؟ الاكس هتروح مع النيجاتيف اكس، طب وعندك دي نيجاتيف واي وبلس واي، يبقى طلعوا مع بعض عكس بعض. فيتبقى لك فوق مفيش الا اكس، ديفايد على مين؟ ال 3. تعالى كده بص في اللي تشوز، هل في اكس اوفر 3؟ مستر، يبقى هي مين؟ دي. تعالى نشوف واحده ثانيه، بقول لك اف ذا اريثماتيك مين اوف ذا نمبرز 9 و4 و5 واكس از 5. هنا ادالك العكس، المفروض هو يديني الفاليوز دول ويقول لي هات المين. لا، هو هنا قال لي ان عايز المين يطلع 5، هو 5، فالاكس اللي ناقصه دي بكام؟ والله حل عادي كان المساله قدامك، المفروض بعمل لهم بلس، اللي هم مين يا مستر؟ اللي هم 9 وال4 وال5 والاكس، واعمل لهم ديفايد على عددهم اللي هم كام واحده؟ 1 2 3 4، يطلع الحل هو مين في الاخر؟ يطلع 5. طب لو جيت اشوف، تعالى كده جمع 9 بلس 4
ادي 13 و5 18 18 يبقى 18 المفروض ال 18 هزود عليها حاجه واعمل لها ديفايد على الفور يطلع كام 5. والله ممكن انا اقعد اجرب يعني اشوف 18 اعملها بلس 2 تطلع 20 20 ديفايد 4 تطلع 5 يبقى هي 5. اقعد اجرب كل واحده من دول مكان الاكس. دي طريقه. او طريقه ثانيه والله يا مستر انا هنا المفروض اقوم اعمل ايه؟ هي حاجه اعملها ديفايد على 4 يطلع 5 فانا اقوم اعمل ايه؟ ها؟ اقوم عامل لدول مالتي بلاي. ليه؟ لان دي المفروض 5 اوفر 1 فانا اقوم عامل كروس 5 مالتي بلاي 4 بتوين و18 بلس الاكس مالتي بلاي 1 دول زي ما هم يبقى 18 هزود عليها حاجه تطلع كام 20 يبقى الحاجه دي بكام بتو. تاني انا المفروض دول اعمل لهم ديفايد على 4 يطلع 5 فانا دول قبل ما اعمل لهم ديفايد على 4 المفروض يطلعوا كام 20 فانا اجمع دول واخليهم يبقوا ايكوال 20. تاني هنا بقول لك ايه؟ بقول لك زي اريثماتيك مين اوف فاليوز دول از 15 الايه اللي ناقصه الميسنج دي بكام مستر؟ انا ممكن اشغل دماغي هو دول المفروض اعمل لهم ديفايد على كام عشان يطلعوا 15؟ هما دول كام واحده؟ 1 دي 1 2 3 ودي كلها 4 ودي كلها 5 يبقى دول هعمل لهم ديفايد على 5 يطلع 15. طب تعالى كده اجمع دول. طب بالعقل حاجه هعمل لها ديفايد على 5 يطلع 15 يبقى المفروض الصم بتاعهم بكام؟ ها؟ ب 75 يبقى دول المفروض كلهم يطلعوا 75. دول هعمل لهم ديفايد على 5 يطلع 15 يبقى دول اصلا كلهم بكام؟ بدل ما اعمل ديفايد على 5 هقوم اعمل مالتي بلاي تبقى 75. جمع كده 3 4 تبقى 7 7 بلس 8 كام؟ 15 15 بلس 2 تبقى كام؟ 17 و a بلس a يبقى 2 a يبقى 17 بلس 2 a ايكوال كام؟ 75. هودي ال 17 دي بالماينس 75 هماينس منها ال 17 اهو يبقى 2 a هسيبها زي ما هي وال 75 ماينس منها 17. ممكن اقعد اجرب كل دول مكان الايه؟ 75 ماينس 17 بكام يا مستر؟ 75 ماينس 17 ادي 15 ماينس 7 8 و6 ماينس 1 كام ب 5 تبقى 58 يبقى 2 8 ب 58 اعمل ديفايد على 2 وهنا ديفايد على 2 58 نصها كام؟ 40 29 يبقى هنا تطلع كام؟ 29 زين الايه تطلع ب 29. طب تاني زي ارثماتيك مين اوف فاليوز ال 6 خلي بالك دي اهم واحده ان هو ينقص لي حاجه ويديني المين مش انا اللي هدور عليه. طب انا مستر دول هعمل لهم بلس اللي هم مين؟ دول كام واحده؟ ده 1 2 الاكس دي الواحده واحده ودي كلها يبقى ديفايد 3. لو جيت اجمع اكس ماينس 1 بلس الاكس بلس اكس بلس 1 جمع كده يا مستر هنا جمع كده يا باشمهندس. لو جيت شوف اكس بلس اكس بلس اكس يبقى كام؟ 3 اكس المفروض هيطلع 6 x بلس x بلس x يبقى 3x ديفايد على كام؟ 3x النيجاتيف 1 هيروح مع ال 1 هعمل لها ديفايد على 3 تطلع 6 3 مع 3 زين الاكس بكام؟ ب 6. هل في اللي تشوز 6؟ طب لو جيت تعمل تشيك والله احط مكان الاكس 6 6 ماينس 1 فدي 5 ودي 6 وهنا 6 بلس 1 كام؟ 7 اصلا اللي في النص كام؟ 6 فتطلع 6. طب تاني بقول لك زي ارثماتيك مين اوف ماركس اوف 5 ستودنت از 20 المين بتاع 5 ستودنت هو 20 زين ذا سم اوف زير ماركس هو اصلا المين هو 20 المين هيطلع 20. هو انا المين كان بيجي ازاي؟ الصم هعمل له ديفايد على 5 لان هم 5 بيطلع 20 فانا بعالي كده ايه النمبر اللي عامل له ديفايد باي 5 بيطلع 20 حاجه عامل لها ديفايد على 5 فانا اقوم عامل مالتي بلاي لل 5 هودي دي بالمالتي بلاي 5 مالتي بلاي 20 بكام؟ ب 100 يبقى هم كلهم كام؟ الصم بتاعهم 100. تاني ذا اريثماتيك مين اوف ايدجز اوف حنان ووسام 7 اند ذا ايدج اوف حنان از 8 زين ذا ايدج اوف وسام ها الاريثماتيك مين بتاع حنان ووسام المين بتاعهم يعني لما اجمع عمر الاثنين دول مع بعض هيطلع 7 هو 7 فبقول لك حنان الايدج بتاعها كام؟ 8 لون ديفايد على 2 يبقى وسام كام مستر؟ هو ها بعقلي كده هو انا هنا المفروض حاجه وسام اللي بدور عليها اكس اهي حاجه اعمل لها ديفايد على 2 يطلع 7 يبقى هم كان كام اصلا؟ ها هتودي ال 2 دي بالمالتي بلاي تبقى كام؟ 14 يبقى حاجه ازودها على ال 8 تطلع 14 يبقى النمبر اللي بدور عليه كام؟ 6 ال 8 ده هتروح بالماينس يبقى الاكس هنا بكام؟ ب 6 يبقى هي هنا كام؟ 6. ولو جيت اتاكد والله لو جمعت ال 6 مع ال 8 هيطلع كام؟ 14 يبقى المين يطلع بكام؟ ب 7. طب هنا ذا اريثماتيك مين اوف سايد لينس اوف تراينجل از 8 زين ذا بريمتر اوف تراينجل هو اصلا انت فهمتني ايه؟
انا فهمت ان انا مستر عندي تراينجل، هذا تراينجل اهو. بقول لك الارثماتيك مين اللي هو لما اجمع كلهم، لما اجمع السايدز كلها الصم بتاعهم اللي هو البريمتر، البريمتر هعمل له ديفايد على الثري سايدز يطلع كام؟ هيطلع 8. فانا مين تالي كده؟ ايه النمبر اللي عامل له ديفايد باي 3 يطلع 8؟ بعد كده هتودي ال 3 دي بالمالتبلاي، اضحك عليه، 3 مالتبلاي 8 بكام؟ ب 24، زين البريمتر يطلع 24. فانا هنا هيطلع كام؟ 24. بكده يبقى الليسون بتاعنا انتهى، ولو انت عايز يوصلك الجديد انزل تحت الفيديو واعمل لنا لايك، ولو انت مش مشترك في القناه شرفنا بالاشتراك في القناه. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.